لكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى دائما على قناة الشعب قناة شوف تي في باش نقول لكم الأجواء في هذا الأثناء بشوارع مدينة الدار البيضاء. انتم كتشوفوا شوارع فارغة تذكرنا بأيام الحجر الصحي. شوفوا الشوارع خاوية في ثاني يوم من عيد الأضحى المبارك. أتمنى تقولوا لنا من أي مدينة أو من أي دولة كتابعوا هذا المباشر، واش حتى نتوما عندكم نفس هذا الجو.
شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. جمعة مباركة وعيدكم مبارك سعيد، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.